رغم تسجيل عدد مرتفع من الإصابات بفيروس كورونا في الهند، خففت السلطات واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في العالم كي تسمح باستئناف بعض الأنشطة الصناعية والزراعية، وبدءا من الاثنين سمح لقطاعات محدودة في الصناعة والزراعة باستئناف عملها. هناك كثيرون لا يجدون ما يأكلونه، هناك مرضى السرطان وغيرهم. لا مجال أمام الناس للذهاب إلى أي مكان أو فعل أي شيء. إلى أين سيذهب من لا يملك نقودا في منزله؟ وتضررت المناطق الفقيرة في الهند بشدة بسبب التكدس وتردي الخدمات، ويأتي تخفيف القيود بينما يتواصل تكثيف الاختبارات وتجهيز مخزون من أجهزة التنفس الصناعي ومعدات الحماية الشخصية وإعداد أجنحة العزل المؤقتة ومستشفيات متخصصة في علاج الفيروس. توقف عملي ولا يوجد عمل، وغياب الطعام يزعج أطفالي. تجهيز كل وجبة أصبح مصدر قلق بالنسبة لي. لا يوجد وقود لإشعال مواقد الطهي. كنت أطعم أطفالي عندما أخرج للعمل، ولكن الآن لا يوجد سوى الحزن، لا يوجد عمل. وفي مدينة مومباي حيث يوجد أكبر حي فقير في آسيا، تتجه سلطات المدينة لإعطاء عقار هيدروكسيكلوروكين لآلاف السكان في الأحياء الفقيرة على مدى 14 يوما لقياس ما إذا كان الدواء يساعد على إبطاء انتشار المرض في مكان لا يمكن فيه تحقيق معايير التباعد الاجتماعي.